قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء وبعد. طيب، إلى المهذب، ونحن بفضل من ربنا ونعمة الآن في كتاب جديد وهو كتاب الوقف. مسألة ولا يصح الوقف. أولا فرع قبل المسألة، ولا يصح الوقف إلا في عين معينة، وهذا انتهينا منها أمس. فرع ويصح الوقف في كل مقصوم، في المقصوم والمشاع. أبي قال مالك وأبو يوسف وقال محمد بن حسن لا يصح الوقف في المشاع. إيش الوقف في المشاع؟ هو الذي لم يقسم، اشتراك الجميع يشتركون في بيت يشترك فيه ثلاثة، لؤلؤة اشترك فيها اثنان أو ثلاثة. نعم. ودليلنا في ذلك حديث عمر، سهم خيبر، كانت 100 سهم من خيبر أو مشاع، الناس جميعا تشترك في أسهم خيبر. ويصح وقف علو الدار دون سفلها أو سفلها دون علوها، لأنهما كالعينين المختلفتين. يعني ما دام الأمر فيه كما قلنا نستطيع استخدام شيء عن شيء، يبقى هذا ليس بمشاع. مشاع والذي اختلط مع غيره. مسألة ولا يصح الوقف إلا على ما فيه طاعة لله، وهذا مهم جدا إخوتي الكرام، في مسائل لابد أن تفهمها جيدا. ولا يصح الوقف إلا على ما فيه طاعة لله، كالوقف على أولاده أو على قرابته أو الفقراء والمساكين وطلبة العلم، وكالوقف على المساجد والسقايات والقناطر والمقابر. هذا كله جاءت الأثار ثبتت على ذلك. فالوقف على أولادي أو على قرابتي أو الفقراء والمساكين وطلبة العلم، وهذه أعظم الوقف. كما قلت لكم الوقف أعظم الوقف، أن يوقف المرء مالا على أهل العلم، لأنه يشترك معهم في كل حسنة تنتشر، ويشترك معهم أيضا في نجاة الأمة، والأمة تنجو بهم. وكما قلنا الأصل في ذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، احبس الأصل وسب الثمرة. فإن كان الوقف على غير معين مشاع لم تفتقر صحته إلى قبول الموقوف عليه، لأنه على كثير. قال هذا البيت وقف لطلبة العلم، يبقى كل طالب علم دخل جلس فيه له حق فيه، ولا يصح أن يخص بعين، أنه ما خصه. قال هذا البيت وقف لطلبة العلم، كل طالب علم يدخل. وإن كان على معينين فهل تفتقر صحته إلى قبول الموقوف عليه؟ في وجهان، لا يفتقر، وقال مسعود يفتقر إلى قبوله. ومن قال لا يفتقر إلى القبول، فإن الموقوف عليه إذا كان معينا ورد الوقفة بطل الوقف عليه. يعني قال أوقفت بيتي على زيد من طلبة العلم، فزيد قال ما أريد، بطل الوقف ويقال له انقله. لكن لابد أن تفهم شيئا، إذا بطل الوقف على زيد نقول له انقله إلى عمرو أو عبيد أو عمير أو غير. لما؟ لأنه بمجرد ما أوقفه هو لا يملك منه شيئا، خرج عن ملكه، صار ملكا لله جل في علاه. لا سيما وقد رجحنا قبل ذلك بأن الوقف لا يفتقر إلى القبض، بينا قبل ذلك أن الوقف لا يفتقر إلى قبض. وإن كان وقف على آدمي فلا بد أن يكون موجودا حيا يوم الوقف عليه، وإن وقف على ميت أو على من يولد له لم يصح، لأنه عقد تمليك في حال الحياة، فلم يصح إلا على موجود حي كالهبة والبيع، وهذا صحيح. لا يصح وقف البيت على الأموات، هل يستفيدون منه؟ هذا اسمه تعطيل للوقف الآن، وفيه ضياع المال على 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 غير منفعة، ففيه سفة، وقد يقال بالحجر على من فعل ذلك، فلم يصح. إذا ثبت هذا فإن الشافعي رحمه الله تعالى قال ولا يجوز أن يخرجها من ملكه إلا مالك منفعة يوم يخرجها إليه.
فرع وإن وقف مسلم أو ذمي على ذمي صح الوقف، إن وقف مسلم أو ذمي على ذمي صح الوقف. طبعا لابد أن تفهم صحة الوقف هنا ليش؟ لأنه عقد تبرع كهبة أو صدقة، والصدقة تصح على أهل الكفر، ولعل الله تعالى يلق قلوبهم إلى الإسلام، فصح الوقف عليهم كالمسلم لأنهم يتملكون الصدقة. نعم. وإن وقف مسلم على ذمي، وإن وقف مسلم أو ذمي على كنائس أهل الذمة وبيعهم لم يصح الوقف. الله أكبر. إن وقف مسلم أو ذمي على كنائسهم أو بيعهم لا يصح. شوف العلة لما لا يصح الوقف، الوقف تبرع فيه وفيه قوة لهم. قال لما لا يصح؟ لأنها مجامع الكفر ومشاتم الرسول، هم أصلا في هذه الأماكن يسبون الله ليل نهار صباح مساء، وطارة يسبون النبي وطارة لا، لكن هم الأوكد هنا في هذا الباب يسبون الله صباح مساء ليل نهار. نسبة الولد لله جل في علاه مسبة أعظم مسبة أنكرها الشرع وأنكرها القرآن والآيات. أن أحب دائما أرددها ليعلم المرء عظم هذا الباب العظيم من المنكر. إن قال الله جل في علاه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فهم يسبون الله ليل نهار صباح مساء، وأيضا هذه مجامع فيها مشاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا الوقف على خادمها لا يصح، هذه طبعا تأتي على خادمها وحارسها وكل هؤلاء، ولأن خادمها فيه عمارتها، خدمتها من عمارتها. ذلك الأسئلة تكثر جدا، يقول لي أنا أريد أعمل اسمها إيش البياضة النقاشة اسمها الدهان، يعني الدهان الأبواب الحدايد، كل ذلك لا يجوز والمال في ذلك حرام. كيف العمل حلال؟ نعم والله، لكن المال حرام، لأن بالمال في تقوية لسب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن وقف على النازلين في الكنائس ومن المرة ومن أهل الذمة، قال ابن السبار صح الوقف لأنه وقف على أهل الذمة دون الكنائس والبيعة. وهنا نفرق بين أهل الذمة وبين الكنائس، لكن علم أنهم لا ينزلون إلا تعبدا وشركا فلا. وإن وقف شيئا على كتب التوراة والإنجيل لم يصح، لأنها مبدلة مغيرة فلا حرمة لها، ولأنها مفسدة لعقائد الناس. فوقف المال على نسخها على الاهتمام بها كلها محادة لله ولرسوله، فلا صح الوقف فيها. وإن وقف شيئا على من يقطع الطريق أو يرتد عن دين الله جل وعلا لم يصح، لأنها تقوية لمن يفسد في المجتمع فلا صح. ولأنه لا يصح الوقف إلا على بر، ولأنه لا يصح الوقف إلا على بر. وقد قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، بل هذه فيها إعانة للظالم على ظلمه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا هذا ظالما فكيف يكون مظلوما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ على يديه. وإن وقف على مرتد أو حربي ففي وجهان حكاهما الشيخ أبو إسحاق، أحدهما يصح كما صح الوقف على الذمي، وهذا فيه ضعف صراحة كبير، فارق بين شاسع فرق واسع بين الذمي والحربي وبين الذمي والمرتد، والثاني لا يصح لأنه مأمور بقتلهما فلا معنى للوقف عليهما، وهذا يبطل بالزاني المحصن فإنه مأمور بقتله ويصح الوقف عليه لأنه مسلم، لكن وهذا يقتل حدا قصاصا، لا يقتل ردة، وهذا يقتل ردة، فافترق
وايضا لان في الوقف عليه اعانه له على الكفر والرده، يشجع غيره كما يحدث الان، يشجع غيره على هذه المصيبه، فلا يصح الوقف عليه. فرع وان وقف على بهيمه رجل ففيها وجهان. البهيمه يعني هل يصح ان يوقف الرجل مالا على البهيمه؟ طبعا ترى كل ذلك في وسط اوروبا وامريكا، ترى المخبول ابن المخبول قام فقال مالي لكلبي او لمزرعه الكلاب. نعم، ليس بعد الكفر ذنب، ما دام قد كفر يجعله الله جل في علاه مزحه في افواه المؤمنين ومسخه. فالمسلم لا يمكن ان يشابه اهل الكفر في ذلك، فلذلك طرح العلماء المسألة على وجهين. طيب كيف أنت تقول مزحة مزغة؟ نعم، لأنهم الذين قالوا بصحة الوقف على البهيمة قالوا لأن في حقيقة الأمر أن الوقف ليس على البهيمة، على مالك البهيمة، لأن الذي سيستفيد من مالها مالك البهيمة، وإن أخذ منها فأطعمها وسقاها الاستفادة له بعد ذلك في حلبها في ذبحها ترجع إليه. فالأول لا يصح لأنها لا تملك، فلم يصح، والثاني صح. قال المسبب وظاهر المذهب لما؟ لأن ذلك وقف على مالكها، قال إلا وإلا أنه ينفق منه عليها فإذا نفقت أي ماتت كان لصاحبها. بهذا الحق نقول له أنت وقفت على بهيمة فلان، وقفك هذا على فلان، فقد تكون ايضا من حين مراجعته في الوقف. قال الشيخ ابو حامد وابو اسحاق لا يصح الوقف عليهما لانه تمليك، واما اذا وقف على عبد او ام ولد ففيه طريقان، لا يصح لانه تمليك منجز فلم يصح على العبد كالهبه. قال القاضي ابو طيب يبنى على القولين في انه هل يملك اذا ملكه سيده أم لا؟ هل يملك إذا ملك سيده أم لا؟ فإن قلنا يملك صح الوقف عليه فإنه أعتقى كان له مثله، وإن قلنا إنه لا يملك فهو كما لو وقف على بهيمة غيره، على الوجهين والصحيح يصح. مسألة، وإذا وقف شيئا على نفسه ثم على الفقراء والمساكين، أو على نفسه وأولاده ثم على الفقراء والمساكين، لم يصح الوقف على نفسه. قال ابن ابي ليلى بن شبرمه ابو يوسف واحمد يصح. قال ابن الصباغ وعليه ذهب ابو العباس وابو عبد الله الزبيري من اصحابنا. قد ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما وقف قال لا باس على من وليها ان ياكل منها غير متاثر للمال، فجعل لمن يليها ان ياكل منها وقد يليها بالوقف وغيره. بالوقف وغيره، لا وقد يليها الواقف وغيره. نعم، وقد كانت بيده إلى أن مات. وروي أن عثمان بن عفان لما وقف بئر روما قال دلوي منها كدلاء المسلمين، دلوي منها كدلاء المسلمين. فإذا وقف هنا، إذا وقف فيكون داخلا هو فيها، وقف على نفسه وعلى فقراء وعلى أولاده وعلى فقراء المساكين. صح ذلك على الراجح الصحيح. ولأن الوقف وقفان، وقف خاص ووقف عام. فأما الوقف الخاص على عين، وأما الوقف العام مشاع، ثم ثبت أن الوقف العام له فيه حظ. إذا أوقفه على المسلمين فهو من المسلمين، وإذا أوقفه على أهل الإسلام خروجا من الخلافة ويدخل فيه أولا فيقبل ذلك. والوقف تمليك الرقبة والمنفعة، فلا يجوز أن يملك نفسه من نفسه. كما قلنا توارد العقدين على محل واحد لا يصح عندنا، فيما فيه من الغرر والإبهام والخطأ. وحديث عمر محمول على أنه شرط لذلك لغيره، أما حديث عثمان فلأن ذلك وقف عام وهو يدخل في العام من غير شرط. إذا ثبت هذا وأن وقفه على نفسه لا يصح، فإنه يكون وقف وفقا
وقفا منقطع الابتداء متصل انتهاء على ما يأتي بها. فالوقف على نفسه لا يصح. فرع وقال في البويطي: إذا قال داري حبس على ولدي ثم مرجعها إلي، إذا القرض إذا انقرض فالحبس باطل. قال في البويطي: إذا قال داري حبس على ولدي ثم مرجعها إلي إذا انقرض فالحبس باطل. في التعليق هذا ليش باطل؟ أنا أسألكم: إذا قال حبسي على ولدي ثم مرجعها إلي إذا انقرض فالحبس باطل، وقد قيل جائز واجعل أقرب الناس بالمحبس. أقول لما باطل هنا؟ أكيد عرفتم لما باطل. لأنه اشترط أن أقول أرجع. نعم نعم نعم، هنا أصلا شرطه هذا باطل. ليش؟ لأن الملك خرج عنه ملكه، أوقف خرج. ممتاز. إذا وقف خرج عن ملكه، انتهى، ملوش هذا. مسألة: وإن قال وقفت داري هذه على أحد هذين الرجلين أو على من يختاره فلان، لم يصح. لما؟ لأنه تمليك منجز فلم يصح على غير معين. من هذه قاعدة عند العلماء: التمليك المنجز لابد له من معين، التمليك المنجز لابد له من معين، أو على من اختاره فلان لم يصح. لا حول ولا قوة إلا بالله، أخشى أكون يعني الله يحفظهم يا رب ولا يكون قاتل لنفسه. وإن قدر الوقف بمدة فاختلف أصحابنا فيه، يعني قال 5 سنوات 10 سنوات هذا خرج من الملك، التوقيت فيه لا يصح أصلا، لكنهم على أساس أنها تكون هبة مؤقتة. قال الشيخ أبو إسحاق: لا يصح من غير تفصيل. قال مسعودي: إذا قال وقفت داري هذه على زيد سنة ثم تعود ملكي بعد سنة، في فيها 3 أقوال: لا يصح الوقف لأن مقتضى الوقف التأبيد وليس هذا مؤبد. الثاني: يصح الوقف ويرجع إليه بعد سنة فكأنه جعل غيره أحق بمنفعة الداري هذه السنة بإجارة أو إعارة. الثالث: يكون كما لو قال وقفتها على زيد وأولاده وأطلق فيكون وقفا متصل ابتداء منقطع الانتهاء. وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله. قال ابن سباق: إن قال وقفتها على زيد طبعا الأول وأصح، وأنه لا يصح، لا يصح لأنه الوقف الأصل فيه خروج عن الملك والتأبيد. قال ابن سباق: وإن قال وقفتها على زيد سنة وأطلق فإنه وقف متصل الابتداء منقطع الانتهاء. وقد قال وقفت على هذا على زيد سنة ثم بعد سنة على الفقراء المساكين، فذلك كان سباق أنا صح قولا واحدا. فقال أبو حامد: ما يدل على ذلك. والصحيح أنه لو قال وقفت على زيد سنة ثم على جميع طلبة العلم، أو وقفت على زيد سنة وهي بعد ذلك لعمير وعبيد وزيد وزيد وزيدون طلبة العلم، صح ذلك. خرجت وهي ترجع إلى ملكه وفيها التأبيد، لكنها انتقلت من زيد إلى عبيد، فيصح ذلك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.